أقول في مقطع القصيدة بعنوان الشاعر مؤمن الدين: أنا شاعر رغم أنفي أكتب في مقلتاي فأبكت كل قصائد أشعاري. أنا الرجل الذي كتبت بين الرجال، أنا شاعر والهان، أنا أمير الشعراء وملكهم عندما أقول باللساني. لكنني مهمش بين ماذا؟ بين الإعلان. لن أترك الشروق ولا النهار إلا إذا كتبت عنها، ولكن الشروق النهار لا تباني. ذهبت إلى قناة اليوتيوب والتيك توك والإنستغرام لكي أشتهر، ولكن لا شيء يذكرني. سيذكر التاريخ يوما بأن الشاعر مو منور الدين قد رفع راية واللغة، فابتسمت جامعة اسمها محمد ضياف، فابتسمت قصائد إشعاري. ماذا في قامة أحمد خلفة؟ آخر كلام سيصدق قلبي أنه يكتب بلسان يدي، بأصابع يدي، على رموش عيناي، فوق رأسي، تحت قدمي. أحب قصائد إشعاري، والذي يحبني سأحبه، والذي يغرم بي سأغرم به، والذي يهواني سأهواه رغم أنفهم. آخر كلام: أنا شاعر وسأبقى شاعر إلى الممات. سلام من القلب وجدان. سلام.